وعودة للخبر الأبرز في نشاطنا حيث وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة الجهود المصرية للدفع نحو إصلاح منظومة التمويل الدولية وذلك خلال اجتماعه برئيس مجلس الوزراء وخلال اجتماع منفصل استقبل رئيس السيسي وزير القوات المسلحة الفرنسي سباستيان لوكارنو وسبل دفع العلاقات المتميزة بين دولتين استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد سيباسيان لوكورنو وزير القوات المسلحه الفرنسي، وذلك بحضور الفريق اول محمد زكي وزير الدفاع والانتاج الحربي، صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه المستشار احمد فهمي ان وزير القوات المسلحه الفرنسي نقل للسيد الرئيس تحياتي وتقدير الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، مشيدا بعلاقات التعاون المتناميه بين البلدين في جميع المجالات. ومعربا عن الحرص على مواصلة تعزيزها وتطويرها لا على صعيد التعاون العسكري وقد نقل السيد رئيس تحياته للرئيس الفرنسي وتم استعراض سبل دفع العلاقات المتميزة بين الدولتين أضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول أيضا الأوضاع الإقليمية وبالأخص التطورات في قطاع غزة حيث تم تأكيد أهمية تجنيب اتساع دائرة الصراع والتصعيد في المنطقة واستعرض السيد الرئيس الجهود المصريه المكثفه نحو التوصل الى وقف لاطلاق النار وادخال المساعدات الانسانيه لاهالي قطاع غزه فضلا عن استقبال المصابين الفلسطينيين واجلاء الرعايه الاجانب من جانبه اكد الوزير الفرنسي تثمين بلاده للجهود المصريه المتواصله مشيدا بالدور المحوري الذي تقوم به مصر للحفاظ على الامن والاستقرار الاقليميين كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي الاجتماع تناول متابعة مستجدات التعاون على المستويين الإقليمي والدولي لمواجهة التحديات التنموية الناتجة عن الأزمات العالمية المتلاحقة والتي عكست الحاجة لمراجعة قواعد عمل مؤسسات التمويل متعددة الأطراف لتحسين قدرتها على الاستجابة بفعالية وكفاءة لسد الفجوة التمويلية التنموية للدول النامية كما تضمن الاجتماع استعراض مختلف أبعاد التعاون الجاري بين مصر ومؤسسات التمويل التنموية الدولية بمشاركة القطاع الخاص لسيما في قطاعات الصحة والتعليم والتضامن الاجتماعي وعرضت الدكتورة رانيا المشاط كذلك مستجدات العمل في المنصة الوطنية لبرنامج نوفي وإطلاق تقرير المتابعة الخاص بما تم إنجازه لحشد التمويلات المطلوبة وآليات التمويل المبتكرة لجذب استثمارات القطاع الخاص في المشروعات الخضراء. أوضح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه بمواصلة الجهود المصرية للدفع نحو إصلاح وتطوير منظومة التمويل الدولي، بما يمكن الدول النامية على وجه الخصوص من استعادة وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة. والصمود امام ايه ازمات دوليه مقبله لا سيما من خلال استحداث اليات تمويل جديده مبتكره وفعاله الى جانب الاستفاده على افضل نحو من الاليات القائمه